السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي طلاب الفرقة الثانية من جديد. دكتور خالد شوغي معكم يحييكم ويتمنى لكم التوفيق. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الأبدومينال كافيتي وبالتحديد الانتراثوراسيك بارت أوف أبدومينال كافيتي. زي ما احنا شايفين الحيوان اللي موجود معانا، احنا فاتحين دلوقتي الأبدومينال كافيتي وشايلين الهايند ليمب، فبالتالي شايفين الأبدومينال كافيتي من ورا. ده الدورسال بوردر أو الدورسال روف، والفلور اللي احنا فاتحين فيه، الفلور بتاع الابدومينال كافيتي اللي احنا فاتحين فيه. طبعا اللي بيلمع عندي جوه ده كل ده التندينيا سنتر، واللي على الجنبين ده الفليش بارت بتاع الدايفرام، ده الحجاب الحاجز اللي بيفصل لي الثوراسيك كافيتي جوه هنا، الثوراسيك كافيتي عن الابدومينال كافيتي، كل ده الابدومينال كافيتي. وانا عارف ان الابدومينال كافيتي جزئين، الجزء اللي محصور ما بين الثوراسيك كيج اللي هو ده، كل ده القفص الصدري، وده الكوستال ارش باين معايا من على الجنبين اهوت، كل ده الكوستال ارش. مين اللي بيعمل الكوستال ارش؟ مجموعه الاسترنال ريبس كلهم، اخر 10 ريبس ما بيتحدوش مع الاسترنال مباشره، ولكن الكارتج بتاعتهم تتحد مع بعض وتعمل لي كوستال كارتج. طيب يبقى انا عندي جزء من الابدومينال كافيتي داخل جوه الثوراسيك كيج جوه القفص الصدري، فبالتالي بسميه الانترا ابدومينال بارت اوف ثوراسيك كافيتي. زي ما انا شايف بيبقى فيه ايه الاورجانز اللي موجوده فيه؟ عندي ده الاستومك اهيت، دي كل دي الاستومك، البيضه دي الاستومك، طبعا بيبقى عليها الجريتر اومنتوم، كل ده الجريتر اومنتوم بتاعها، والتجويف اللي جوه طبعا الاومنتوم، الجريتر اومنتوم اسمه الاومنتال بيرسا. ده الليفر المواجه مباشره للديافرام، ده الليفر، ده طبعا الديودينم اول جزء من السمول انتستين، بيبقى بيعمل لي هنا اس شيب اهوت الاول او سجمويد فليكشر، كل ده الاس شيب دوت او السجمويد فليكشر اللي بسميه الكرينيال بارت. وبعدين ده ديسندنج بارت، بدايه الديسندنج بارت اللي بيبدا من على الرايت سايد، لان احنا ده الجنب اليمين وده الجنب الشمال، ده الديسندنج دودنم، بقيته طبعا طالع مع الانتستين. العضو اللي انا شايفه ده اللي هو البنكرياس، كل ده البنكرياس، ده البادي بتاعه، ودي التو لمبس بتاعته، دي الرايت لمب ودي الليفت لمب، بيعدي ما بينهم طبعا البورتال فين، واضح اول اللي معدي ما بينهم ده البورتال فين، وبيعدي من هنا ده البورتال نوتش، بعض الحيوانات بسميه بورتال رينج، يبقى البورتال رينج او نوتش معدي منها البورتال فين. طيب وعندي ده السبلين اللي بالازرق ده كله، كل ده السبلين، ده السبلين بيبقى موجود طبعا على الليفت سايد في الحصان، بيبقى جزء كبير جدا منه جوه الانتراثوراسيك بارت اوف ابدومينال كافيتي. وطبعا طوله الكدني ما لهمش دعوه، بيبقوا في الثوراسيك كيش برضه، ولكن هم ريترو بروتينيال، بيبقوا ايه؟ ريترو بروتينيال. يبقى دوله الكدني، ده البنكرياس، ده السبلين، ده الاستومك، الديستند الكرينيال بارت، والديستندنج بارت بتاع الديودنم، وده الليفر، وده طبعا الدايفرام. طيب لو جينا بصينا على مجموعه العضلات اللي هنا، ها نفتكر مع بعض من جوه، طبعا ده هيبقى ايه؟ دي الترانسفيرس ثوراسيس، دي الترانسفيرس ابدومينس ماسل، اسف ترانسفيرس ابدومينس ماسل، ادي الفليش بارت وده الابانوريتيك بارت بتاعها. الابانوريتيك راح يمسك فين؟ في اللينيا البا، اللي بيمسك فين؟ في اللينيا البا زي ما قلنا قبل كده. وجاي طبعا من الكوستال اتاتشمنت بتاع الكوستال كارتليج، كاروجين ماسك فين؟ ها في الكوستال كارتليج بالشكل ده. شايف الحد ده اللي انا شايله ده؟ كل طبقه دي عباره عن البرايتال لير بتاعت البروتينيوم اللي انا شايلها، دي البرايتال لير. انا شايل هنا ليه؟ عشان اميز ها الاتاتشمنت بتاع الدايفرام والاتاتشمنت بتاع الترانسفيرس ابدومينس ماسل، لان انا عارف ان الاثنين ماسكين في الكوستال كارتليج، سواء الفليش بارت بتاع الدايفرام عامل انسرشن في الكوستال كارتليج، او الاوريجن بتاع ترانسفيرس ابدومينس جاي برضو من ميديال سيرفيس بتاع الكوستال كارتليج. شايفين الفرق ده؟ الفاصل دوت اهو، يبقى سيريتد واضح خالص كل الفرق ده، يبقى ده الفاصل ما بينهم الاثنين. يبقى هنا لو حطينا ابره هنا في الامتحان يبقى ده الدايفرام، لو حطينا ابره هنا يبقى دي ترانسفيرس ابدومينس ماسل، تمام كده؟ وده الفاصل ما بينهم، يبقى ده الفليش بارت وده بتاع الدايفرام، وده الابينوروسيس او الفليش بارت بتاع الترانسفيرس ابدومينس ماسل، وادي الفاصل ما بينهم واضح خالص بالشكل اللي انا بقول عليه ده، خلاص. وده كله البرايتال بروتينيا. طيب لو حبينا نكمل عضلات الابدومينال ماسل، قلنا ده ترانسفيرس ابدومينس ماسل، طبيعي اللي تحتها دي على طول هتبقى دي الانترنال ابدومينال اوبليك، انترنال ابدومينال اوبليك، ده الفليش بارت بتاعها، وده الابينوروتيك بارت بتاعها اللي هو ده الابينوروسيس بتاعها. طبعا هيبقى تحتها ايه؟ ها ايوه دي اللي هي بقى هتبقى الاكسترنال ابدومينال ماسل، دي اللي هتبقى الاكسترنال ابدومينال ماسل، وده الابينوروسيس بتاعها، وده الابينوروسيس بتاعها، رايحين يمسكوا في اللينيا البا. طب فين الريكتال شيس؟ لو جينا هنا بقى على اللاترال سايد بتاع الابدومينال وول بالشكل ده، يبقى العضله اللي في النص دي هي الريكتس ابدومينس ماسل،
دي كده هي الريكتس ابدومينس ماسل اهي اللي في النص دي متحوطه زي السندوتش ما بين تو ابنروزس. اللي بره ده اكسترنال لامينا او الاكسترنال شيس، واللي جوه ده اللي هو الانترنال لامينا او الانترنال شيس. اللي بره ده هيبقى سوبرفيشال، ده السوبرفيشال او الفنترال او الاكسترنال، وده اللي هيبقى الدورسال او الديب او الانترنال ايا كان. اللي بره معمول بايه زي ما قلنا قبل كده؟ حد فاكر؟ ايوه معمول بالابنروسس بتاع الانترنال، ادي الابنروسس دي بتاعت الانترنال، ادي الابنروسس بتاعت الانترنال ابدومينال اوبليك، والابنروسس بتاع الاكسترنال ابدومينال اوبليك، والابنروسس بتاع الاكسترنال ابدومينال اوبليك. وقلنا تحت هنا ما بنعرفش نفصلهم عن بعض، في المنطقه دي ما بعرفش افصلهم عن بعض خالص، بيبقوا ريليتد لبعض، ومعاهم الطبقه الصفراء اللي هي التونيكا فلافا. والانترنال شيز بيبقى معمول منين؟ معمول من الابينوروسيس بتاع الترانسفيرس ابدومينس ماسل بالشكل ده. وطبعا دي الانتركوستال نيرف، دي واحد من الانتركوستال نيرف اللي ماشي على الترانسفيرس ابدومينس ماسل، ويجي ينتهي في الريكتس ابدومينس ماسل، وبينتهي في الريكتس ابدومينس ماسل. والفيزلز اللي باين معايا عندي ده على الديب فيز بتاع، والدورسال بوردر بتاع الريكتس ابدومينس زي ما قلنا اللي هو ايبيجاستريك ارتري، اللي جاي من ورا الانستموزيس بتاع الكودال ايبيجاستريك والكرينيال ايبيجاستريك ارتري. تمام كده خلاص. طيب لو حبينا نشوف شلنا الدايفرام كده، يبقى احنا جوه الثوراسيك كافيتي. ايوه يبقى احنا كده بالظبط جوه ايه؟ الثوراسيك كافيتي بالظبط كده. هيبقى دي الريبس باينه معايا اهيت، كل دي الريبس، ادي الريبس اللي باينه. وهتبقى العضله ما بين الريبس هنا مين؟ هتبقى الانترنال انتركوستال ماسل بالظبط كده، عشان احنا جوه الثوراسيك كيش، يبقى ديت الانترنال انتركوستال ماسل. من بره تبقى اكسترنال طبعا، عشان كده لو فتحنا شباك هنا في الانترنال يبقى العضله ديت اللي هي عباره عن الاكسترنال انتركوستال ماسل، عكس ما كنا بنعمل بره بالظبط. ما دمنا من جوه يبقى اللي باين معايا جوه حتى الدايركشن بتاعها واضح انه كرينيو فنترالي، كرينيو فنترالي، انها بتمسك في الكرينيال بوردر بتاعت الريبس دي وتنتهي في الكودال بوردر بتاعت الريبس اللي قبليها، فاتجاهها كرينيو فنترالي. تمام كده، فبتعمل اكسبيريشن. فلو فتحنا في الانترنال اللي جوه شباك وحطينا ابره هنا، يبقى احنا عايزين مين؟ الاكسترنال انتركوستال ماسل، عكس ما كنا بنعمل من بره. طيب واضح هنا بلاقي في نيرفس ماشي على الكودال بوردر بتاعت الريبس بالشكل ده، يبقى ثلاثه ستراكشر اللي هو الارتري والنيرف والفين. بلاقي ارتري، ادي النيرف اهوت انتركوستال نيرف، واضح معايا اهو الانتركوستال نيرف، وبلاقي قدام منه الارتري والفين الانتركوستال برضو، قال هم دولت انتركوستال ارتري وفين ماشيين مع بعض، اللي هم الفين انتركوستال ارتري انتركوستال فين انتركوستال نيرف. تمام كده، بيبانوا من على الانترنال سيرفيس، ما بيبانوش من الاكسترنال سيرفيس. طبعا الحاجات دي ما بشوفهاش الا لما اشيل عضله الدايفرام. طيب لو حبينا نبص على، لو حبينا نبص على الكروس سيكشن بتاع عضلات الظهر الشكل ده كده، ها فاكرين دي كانت عضله ايه من بره؟ دي اللي هي لونجسمس دورساي. هيبقى كل دي معايا اللي هي لونجسمس دورساي. طبعا ده الفيرتبرال كانال، وده السباينال كورد اللي باين منها، وده اللامبر فيرتبري، لان احنا قاطعين في منطقه اللامبر فيرتبري. هيبقى ده الترانسفيرس بروسيس، وده البادي بتاعها، ده الترانسفيرس بروسيس بتاع اللامبر فيرتبري، ده السباينال بروسيس بتاع اللامبر فيرتبري. هيبقى العضله اللي باينه معايا دي كلها لونجسمس دورساي، زي ما قلنا انها جايه من عند اللامبر والسكرم اللي هي ديت، يبقى دي كلها لونجسمس دورساي. واللي هتبقى ريليتد مباشره للسباينس بروسيس والترانسفيرس بروسيس اللي هي دي، اللي هي المالتيفيدس ماسل على الجنبين، يبقى دي كلها المالتيفيدس ماسل ودي اللونجسمس دورساي. تمام كده، نفس القصه هنا، هتبقى دي برضو المالتيفيدس ماسل، هنا هتبقى مالتيفيدس لامبورم زي ما قلنا لانها في منطقه اللامبر، وهيبقى ده اللامبر بروسيس ترانسفيرس بروسيس بتاع اللامبر فيرتبري. ايه اللي تحتيه؟ ها فاكرين سنه اولى قلناها اللي هي سب لامبر ماسل، دي السواس ماينور، دي السواس ماينور ماسل، ودي السواس ميجور، سواس ميجور ماسل، ودي الكوادريتاس لامبورم، ودي اللي هي مين؟ الكوادريتاس لامبورم ماسل. ايوه دي كده، دي كوادريتاس لامبورم، ودي السواس ميجور، ودي السواس ماينور. بكده يبقى احنا غطينا الحاجات اللي موجوده معانا في الانتراثوراسيك بارت في ابدومنا الكافيتي، ومفيش حاجه صعبه ولا في مستحيل، فقط انها الاراده، فاستعين بالله ولا تعجز، واعلم ان قدر الله في كل خير لك، فافرح بقدر الله وتفائل بالحياه، تدرك كل ما تتمناه، وابتسم ثم ابتسم وابتسم، لان في الابتسامات مفتاح لكل مغلق، وتيسير لكل عسير، وزوال لكل هم، ويكفي ان نبتسم لان ربي وربك هو الله. الى لقاء جديد، السلام عليكم ورحمه الله.